الفيشال نيرف اللي هو السيفنس كرينيال نيرف، علشان نتعرض للكورس والريليشنز بتاعته هنرسم البيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون. جزء من التيمبرال بون كان بيراميد الانشيب له ميديال بارت ولاترال بارت. بداخل البيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون كان توجد هناك بوني كانال اسمها فيشيال كانال، لها فتحه من جوه، فتحتها الداخليه في النورمال بيزاليس انترنا كان اسمها انترنال اكوستيك ميتس، فتحتها اللي من بره في النورمال بيزاليس انكسترنا كان اسمها ستايلو ماستويد فورامين. الفيشيال كانال مش ماشيه ستريت كورس، دي ماشيه جزء منها لاترالي ثم جزء باكورد ثم الجزء الثالث كان نازل داون وورد. في البيتروس بارت اوف تيمبرال بون كان يوجد تو بيج كافيتيز، كافيتي يقع ميديال اسمه كافيتي اوف ذا انترنال اير، وكافيتي اخر لاترال اسمه كافيتي اوف ذا ميدل اير. الميدل اير كافيتي ده كان عباره عن حجره لها اربع جدران وسقف ارضيه. انا هاخد منهم دلوقتي الميديال وول، وهاخد منها كمان البوستيريور وول اللي هم هيهمونا الان في موضوع شغلنا مع الكورس والريليشنز بتاعت الفيشيال نيرف. طيب in front of the stylomastoid foramen كان يوجد الستايلويد بروسس، وكان ورا منه لازم يوجد الماستويد بروسس. الان البيجنينج اوف فيشيال نيرف والكورس والريليشنز والاند اند ترمينيشن من خلال هذه السلايد. الفيشيال نيرف بيبتدي بتو روتس، موتور روت بيسموه الفيشيال نيرف بروبر، وفي الجزء الاخر باراسيمباثيتك اند سنسوري يحمل تيست سنسيشن من التانج يسموه نيرفس انترميدياس. الديب اوريجن للتو روتس دول هيتشرح مع النيورو اناتومي. خرج التو روتس الاخضر اللي هو هيمثل لي زي ما قلنا الفيشيال نيرف بروبر، والتاني الروت اوف اللي بيسموه نيرفس انترميدياس، هيتحدوا مع بعض ويدخلوا متحدين الى الانترنال اكوستيك ميتس، وهيمشوا نفس الكورس اللي هتمشي الفيشيال كانال انسايد ذا بيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون. ات فيرست هيدخل الفيشيال نيرف بالكومبوننت بتاعته، هيمشي لاترالي زين بوستيريور، بوستيريورلي هيمشي اباف ذا ميديال وول اوف ذا ميدل اير، ثم ينزل داون ووردز ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ميدل اير، واخيرا هيخرج من الستايلوماستويد فورامن او اوتسايد ذا كرينيال كافيتي، هيروح لمنطقه الفيس، هيقابل قدامه حارس ماسك قلم ودبابه هو الستايلويد بروسيس لن يصطدم بيه، لكنه ات كيرفز اراوند ذا لاترال سايد اوف ستايلويد بروسيس تو ريتش البروتيد جلاند، وهنا هيدخل للجلاند من البوستروميديال سيرفيس ويمشي انسايد ذا سبستانس اوف ذا جلاند از ذا موست سوبرفيشال ستراكشرز، وهيدي توضيحاته وبرانشاته اللي اتكلمنا عليها في الفيس من خلال الديفرنت سايتس اوف ذا جلاند. ده كان الكورس والريليشنز اوف ذا فيشيال نيرف inside the petrous part of temporal bone اللي بيسموه ال intracranial course of facial nerve. طيب هنمسك ال right facial nerve for example ونتكلم على ال branches بتاعته تفصيلا. دي ال petrous part of temporal bone بالجزئين بتوعها، الجزء الميديال اللي هو الانر اير او الانترنال اير، والجزء اللاترال المستطيل في الشكل ده او المتوازي المستطيلات اللي هو الميدل اير. الفيشيال نيرف بتاعنا جاي بالكورس بتاعه وجاي بالتو كومبوننتس، افكر واقول تاني التو كومبوننتس اللي هم الفيشيال موتور بروبر والفيشيال نيرف بروبر اللي هو الموتور روت والباراسيمباثيك والتست روت اللي هو اللي اسمه نيرفس انترميدياس. دخل هنا مش الكورس بتاعه، هنا دي كانت الانترنال اكوستيك ميتس مش الكورس بتاعه، اكرر تاني ات فيرست لاترالي ثم يمشي بوستيريورلي، والاتنين دول كانوا هوريزونتال عند اتصال اللاترال بارت
بالبوستيريور بارت اللي كان ماشي هوريزونتال هنجد فيه جانجليون قاعدة في هذه المنطقة، هيسموه جينيكيوليت جانجليون. جينيكيوليت أو جينيكيولار جاية من جينيو، جينيو عند ركبة، يعني توجد عند ركبة النيرف. الجزء الثالث اللي يمشي في الفيشيال كانال ماشي داون ووردز، يعني فيرتيكال لحد ما يطلع زي ما قلنا من الستايلو ماستويد فورامين. تعالوا نتعرض للبرانشز اوف ذا فيشيال نيرف انسايد ذا فيتروس بارت اوف تيمورال بون، او اللي يسموها انترا كرينيال برانشز. اول واحد فيهم كان اسمه جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف، واسم الشهره بتاعه جريتر بتروزال نيرف. ده هيخرج من الجينيكيوليت جانجليون، يعني هيخرج من الفيشيال نيرف عند نقطة اتصال اللاترال بارت بالبوستيريور بارت، الاتنين اللي كانوا ماشيين هوريزونتال، هيمشي فوروردز اكروس زي ميدل اير، ثم يغادر البيتروس بارت اوف تمبرال بون عبر قنال صغيرة، كانال فيري سمول اوبننج، هيسموها باسم الجريتر بتروزال، فيسموها الجريتر بتروزال هيتس. هيخرج منها الجريتر بتروزال نيرف، يمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون، يدخل للفورامين لاسرام. بدخوله للفورامين لاسرام هيتحد معاه سيمباثيتك نيرف جاي من البلكسس اللي حوالين الانترنال كاروتيد ارتر اللي كان بيمر في هذه المنطقه، والنيرف ده بيسموه ديب بتروزال نيرف. اتحاد الديب بتروزال نيرف مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هو الجريتر بتروزال ودخولهم الى الفورامين لاسرام، هيخرجوا من الفورامين لاسرام متحدين يكونوا لي نيرف يمشي في نفق مظلم واسمه الفيديان نيرف او نيرف اوف ذا تيروجويد كانال. النيرف اوف ذا تيروجويد كانال بالتو كومبوننتس بتاعته، الباراسمباثيتك كومبوننت اللي هو الجريتر بتروزال نيرف والسمباثيتك كومبوننت اللي هو الديب بتروزال نيرف، هيعملهم ريلي في جانجليون. الباراسمباثيتك روت هو اللي هيعمل الريلي، هيعملوا ريلي هنا في عفوا في سفينو بلاتين جانجلون، مش في الاوتيك، عفوا في السفينو بلاتين جانجلون اللي كانت قاعده في التريجو بلاتين فصه، وهيخرجهم البرانشز البوست جانجليونيك من السفينو او التريجو بلاتين جانجلون، هيخرجوا منها ويغذوا ثلاثه ميوكاس جلانز، واحده منهم في النوز والثانيه في اللاكريمال والثالثه في البلاتين ارياز، فيسموا البرانشز ديت نيزل ولاكرمال وبالاتين برانشز. ده عن الجريتر بتروزال نيرف. اما النيرف الثاني فاسمه كوردا تمباناي، فهو باراسمباثيتك. باراسمباثيتك يعني ايه؟ باراسمباثيتك يعني جاي من النيرفس انترميدياس اللي هو الباراسمباثيتك روت اللي طلع منه ايضا الجريتر بتروزال. ده هيطلع من الفيرتيكال بارت of the facial nerve اللي ماشي in front of the posterior wall of the middle ear cavity، هيمشي في middle ear cavity horizontally forwards ثم يخترق ال wall anterior wall of the petrous part of temporal bone عن طريق فيشر صغير. الفيشر الصغير ده هيسموه سكويمو تمبانيك فيشر، هيغادر الكوردا تمباناي وينزل من السكويمو تمبانيك فيشر outside the skull، يعني يمشي انتراكرينيال. المنطقة ديت الانتراكرينيال بارت من هذه المنطقة هي الانفرا تمبرال ريجون. هناك عايز يمشي مشوار طويل، عايز يروح لجانجليون مش قادر يوصل، فهيتحد مع سنسوري نيرف اسمه اللينجوال نيرف، يدخل معاه في اكيوت انجل علشان يوصله هنا لجانجليون اسمها سب مانديبولار جانجليون، هيعمل فيها ريلي ويطلعهم ثلاثه بوست جانجليونيك برانشز من السب مانديبولار جانجليون المسؤول عنهم الكوردة المناي، هيخرجوا الثلاثه برانشز ديت البوست جانجليون ويغذوا ثلاث مناطق. اول برانش ده كان تيست شايل من الانتيريور تو سيرز اوف ذا تانج تيست سنسيشن، التو برانشز التانيين ده البرانش الاولاني هيمشي مع اللينجوال نيرف، اما التو برانشز التانيين فهيروحوا مباشره للسب لينجوال والسب مانديبولار سليفري جلانز، ويغذوا الماي اوبيسيليال سيلز المحيطه بالاسيناي بباراسمباثيتك انرفيشن. ده النيرف الثاني اللي اسمه الكوردا تمباناي اللي هو السكند برانش اللي كان طالع من الفيشيال نيرف. اما البرانش الثالث فهو موتور، فده اللي جاي من الفيشيال الروت اوف ذا فيشيال نيرف بروبر، طالع ايضا من الفيرتيكال بارت اللي هو ماشي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا ميدل اير كافيتي، ويمشي مباشره يغذي العضله اللي اسمها استابيدياس ماسل.
الاستابيداس ماسل من العضلات اللي خارجه من السكند فرينجيال ارش، وعلشان كده كانت بتتغذى ببرانش طالع من الفيشيال نيرف. على الاساس ده لو قلنا مراجعه سريعه هنجد ان الفيشيال نيرف بيطلع لي في انسايد سكرينيال كافيتي، يعني انسايد ذا بتروس بارت اوف تمبرال بون، يطلع ثلاثه برانشز، جريتر بتروزل وليسر بتروزل ودي باراسمباثيك نيرفز جايه من النيرفس انترميدياس روت بتاعه، اما النيرف تو ستابيدياس فده جاي من الموتور روت اوف ذا فيشيال نيرف.